انضم إلينا من رام الله قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني. أهلا بك أستاذ قدورة في هذه الجولة الإخبارية، وبداية كيف تقرأ هذه التطورات وهذا الزخم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على جنين؟ أهلا ومرحبا بكم. يعني هذا عدوان وهي جريمة جديدة، يعني تقع في إطار سلسلة متصلة من الجرائم التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، لكنها تأتي هذه الجريمة بتعبيرات مكثفة، إذ أن هذا المخيم المكتظ بالناس والذي يتجمع فيه الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في مساحة لا تزيد عن نصف كيلو متر مربع، هؤلاء المستهدفون كان قبل 75 عاما قد استهدف آباءهم وأجدادهم في إطار النكبة واحتلال فلسطين، ثم عاهم نفس الجيش ونفس المؤسسة المجرمة تلاحق أبنائهم وأحفادهم حتى في المخيم الذي يرمز إلى ملايين اللاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني. هذا العدوان يعني تستخدم فيه إسرائيل أفضل ما لديها من حيث القوات النخبة وقوات الخاصة والقوات المدربة بشكل جيد، وتسخر لها كل الإمكانيات وكل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الحرب في مواجهة غالبية الناس العزل. نعم هناك يعني عدد قليل من المناضلين، لكن يعني إسرائيل تتعامل مع المخيم باعتباره أرض محروقة، يعني لجأت لجرائم متعددة منها القتل والتدمير وحملات الاعتقال الواسعة دون الإفصاء عن أسماء من تعتقلهم، الأمر الذي يعني ينذر بنتائج أخطر من تلك التي حدثت حتى هذه اللحظة. طيب يعني دعني أتطرق إلى القوى الوطنية الفلسطينية والتي أعلنت إضرابا شاملا وأيضا أعلنت عزمها على التصعيد الميداني على مختلف المستويات. برأيك إلى أي مدى يمكن أن تجدي أو تجدي تلك الخطوات نفعا على صعيد ردع قوات الاحتلال الإسرائيلية؟ يعني إذا ما نفذت بكل تأكيد سوف تحقق كثير من النفع. يعني أولا يجب تشتيت وتبديد تركيز الاحتلال على منطقة بعينها، فإذا انفجرت الأوضاع في كل أنحاء فلسطين هذا يعني أنهم سيكونوا مطالبين بتحريك قواتهم وليس التركيز فقط على مخيم جنين، وهذا أيضا سيكون إنذارا لما يمكن أن يحدث، فقد تتفاقم الأوضاع أكثر. بالتالي المطلوب من أجل نصرة جنين هو أن يتحرك الشباب الفلسطيني، التنظيمات والفصائل والأطر المنظمة أن تتحرك في كل مكان، بحيث تكون رقعة المعركة ليست تلك المنطقة التي حددها الاحتلال، وإنما كل أنحاء فلسطين يجب أن تتحول إلى ساحة مواجهة ومجابهة مع هذا الاحتلال المجرم. طيب سيد قدورة، أخيرا يعني عملية عسكرية مستمرة لجيش الاحتلال في جنين، يمكن ليست الأولى من نوعها ولكنها الأصعب والأقوى منذ فترة زمنية كبيرة، ما بين اقتحام بري وقصف جوي، إلى أي مدى من الممكن أن تسهم تلك العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في تفاقم الأوضاع وزيادة تعقيد القضية الفلسطينية برمتها؟ بكل تأكيد نعم تسهم في تعقيد الأوضاع، ولكنها يعني لا يمكن لهذه العمليات الإجرامية أن تحقق أهدافها. نتنياهو قال قبل أيام يجب انتزاع فكرة الدولة الفلسطينية من وعي ومن عقول الفلسطينيين، وهو يعلم أن هذا الجيل الذي يقاتلهم اليوم في جنين هو الجيل الذي ولد خلال اجتياح جنين عام 2002، أي أن إمكانية أن يتصرف الشعب الفلسطيني بعيدا عن فطرته والإنسان مفطور على الحرية هو واهم بأن هذه العملية ستحقق نتائج سياسية أو تغيير في الموقف الوطني الفلسطيني. تأثير هذه العملية ونتائجها نعم هي نتائج كارثية، من حيث أننا نفقد أعز الأبناء شهداء وأسرى، الدمار الهائل والمترتبات الاقتصادية الناجمة عن هذا العدوان حيث أن الخسائر باهظة جدا،
لكن الشيء الأساسي، الهدف الأساسي الذي يوهم الاحتلال نفسه بقدرته على تحقيقه ليس سوى أوهام يصدرونها لأنفسهم، لأن الشعب الفلسطيني سابقا متمسكا بحقه بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة والعودة. بالفعل. أريد أن أشكرك شكرا جزيلا سيد قدورة فارس من رام الله، رئيس نادي الأسيرة الفلسطينية، كنت معنا في هذه التغطية. شكرا لك.